في الحقيقة إنه المكان الأخير حيث ما يزال الرجل الأبيض مستمر في عملية إنقاذ الراج الهندي القديم. هذا بلد رائع لأي جندي محترف ولكل شاب يريد أن تكون الجندية وظيفته. للقدوم إلى هنا والعمل تحت إمرة السلطان سيجد أن هذه الذكرى ستبقى معه طوال حياته. إنه تدريب لا يمكن تغييره، فقد قلنا دائما عندما فقدنا الحدود الشمالية الغربية أننا فقدنا أفضل منطقة تدريب للجيش البريطاني على الإطلاق، وهنا المكان الوحيد المتوفر الآن. في صحراء مملكة عمان يقود ضابط بريطاني سرية من القوات العمانية للقتال ضد المتمردين الشيوعيين. إنها الحرب الوحيدة خارج شمال إيرلندا التي ما تزال بريطانيا متورطة بها. الحرب في عمان غير معروفة وبريطانيا متورطة في حرب غامضة. هنا المكان الوحيد الذي أعرفه والذي يمكن للقائد أن يطبق الأشياء التي تعلمها في سانت هيرست حول الإصابات، وأشياء أحتفظ بها لفترة طويلة محاولا إخراجها. يأتي هنا ويكتشف ما إذا كانت أفكاره التكتيكية التي تعلمها تتناسب مع واقع الرصاص الحي. سوف يتعلم ذلك بسرعة. يساعد الجنود البريطانيون سلطان عمان في حربه ضد المتمردين الشيوعيين. بدأ التمرد في عام 1964، لكن منذ 4 سنوات مضت تلقى الشيوعيون مساعدات من روسيا والصين وتحولت ثورتهم إلى حرب. تقع عمان في زاوية منعزل من الجزيرة العربية، وإلى الشمال تشرف عمان على طرق النفط الحيوية من الخليج وإليه، وعند الحدود الجنوبية مع جنوب اليمن عند السلطان الشاب الذي جاء إلى الحكم عام 1970. السلطان قابوس له علاقات قوية مع بريطانيا، لقد تدرب في كلية سانت هيرست وخدم في الجيش البريطاني. مساعدته من بريطانيا تنبع من اتفاقية الدفاع الموقعة عام 1958، والتي بموجبها حصل سلاح الجو الملكي البريطاني على قاعدة في عمان. وفي المقابل تلقى السلطان مساعدات من أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني ومن فريق تدريب الجيش البريطاني. يعود الاهتمام البريطاني بعمان إلى حوالي 200 سيج العربي وحراسة طرق تجارتها نحو الهند. علاقة بريطانيا مع عمان يمكن مشاهدتها في كل مكان، وهي تشكل دعاية إيجابية للمقاتلين الشيوعيين الذين يحاربون في الجنوب. يدعي الشيوعيون أن بريطانيا تريد إبقاء الحرب مستمرة في عمان بكل بساطة من أجل الاحتفاظ بنفوذها في المنطقة. منذ أن تولى السلطان الحكم قام بمضاعفة حجم الجيش وزاد من أعداد المستشارين البريطانيين. جميع مساعديه المقربين هم بريطانيين وأغلبهم كانوا ضباط في الجيش البريطاني. على الرغم أن عائدات عمان النفطية تقدر ب 60 مليون جنيه استرليني في السنة، إلا أن 52% من الميزانية تذهب للحرب البعيدة في الجنوب. كل المناصب الرئيسية في الجيش السلطاني تحت قبضة الضباط البريطانيين المعارين، كما أن قائد منطقة الحرب هو العميد جاك فليتشر. الحرب ضد العصابات الشيوعية لجبهة تحرير عمان والخليج العربي، وبما أنهم أجروا عملياتهم على الأرض فمن المؤكد أنه ستكون هناك حرب. لماذا بالضبط هم يقاتلون؟ حسنا، في التاريخ يعود بنا إلى بدايات الستينات عندما حمل العديد من المعارضين في ظفار السلاح على أساس أنهم معارضون إلى حد ما للحكم الاستبدادي للسلطان السابق. في عام 1968 هذه الحركة التي سميت الحركة الشعبية لتحرير ظفار تلقت الدعم والتدريب من قبل الصينيين والصينيين الشيوعيين، ثم أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل. هناك ما يصل إلى حوالي 1000 من الجناح العسكري المتشدد للشيوعيين المتمردين.
هذا الموقع المتقدم لقوات السلطان يبعد حوالي 4 أميال من حدود اليمن الجنوبي بارتفاع حوالي 4000 قدم ونصف على جانب الجبل، يطل على طرق إمداد العصابات من اليمن الجنوبي إلى عمان. مهمة هذه الكثائف تتمثل في تقليص تسلل هذه العصابات نحو عمان من خلال قذائف مدفع هاون زنت 25 رطلا ومن خلال الضربات الجوية. عقيد بريطاني المسؤول عن قيادة العمليات، أين يطلق النار وأنظر إذا كان يعطيك إشارة جيدة إذا كان في المنطقة الصحيحة أم لا. ستكون هناك مروحة تحلق في 5 أرقام وسيلقي نظرة لمعرفة ما إذا كان كذلك. حسنا، طائرة نفاذه متاعف التعليق الصوتي الذي ستتعامل معه. سوف نتدخل الآن بالمدافع إذا كان بإمكانك البقاء على استعداد ومراقبة كل إطلاق النار. قائد الكتيبة هو عقيد بريطاني هنا منذ حوالي 9 أشهر. إنك تقود أكثر جبهة متقدمة على مستوى الحرب، ما شعورك كونك في هذا المكان الملتهب؟ بعض الأحيان غير مريح، بعض الأحيان لطيف للغاية، الطقس هنا جيد، بدأت الأمور محبطة قليلا. راديو عدن ادعى مرارا خرافة ان البريطانيين اختلقوا موضوع التمرد في الجنوب من اجل ان يحافظوا على وجودهم في عمان. وانت كقائد هذه المنطقة ماذا تقول؟ حسنا، هناك حرب، اعني لا اعرف كيف اعرف معنى الحرب، لكن بالنسبة لي فالحرب هي عند اطلاق النار على بعضنا البعض، اضافة انهم يرمون الكثير من الاشياء علينا ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى نتغلب عليهم. تم انشاء هذا الموقع هنا الى جهة الغرب من اي موقع اخر تم انشاءه، ونحن في الحقيقة نتمركز على ممر طرق التمويل في محاولة لقطعها ومنعهم من الحصول على الذخيرة والمؤن لقواتهم، فهناك مقاتلين في شرق ووسط المنطقة. هل تنجحوا؟ نعم، إلى حد ما يمكنك أن تشاهد كيف أننا لا نحظى بقبول من خلال المواد التي يرمونها علينا. كيف تقيم العدو؟ العدو أعتقد أنه جيد، فهناك عصابات متكاملة، إنهم يقاتلون من خلال تعليمات الكتاب الأحمر لزعيمهم ماو ماو. الدعامة الرئيسية من جيب التمام الشمسي 0، إذا كان بإمكانك رؤية هدف بغض النظر عن مكانه فاضربه. يقوم الطيارون البريطانيون الغير معروفين لسلاح الجو السلطاني بتوجيه ضربات يومية ضد مواقع العصابات. إنها المرة الأولى التي يعمل بها الطيارون البريطانيون منذ عملية عدن قبل 5 سنوات. كان ذلك جيدا، أظن الحسابات صحيحة. حسنا، إذا أستطيع أن أضرب هذه الأشياء القبيحة. C14، نحن ذاهبون إلى المنطقة الشرقية في الجهة الأخرى، أنت تعرف، فقط حركها نحو ذلك.
هل تقول أن عمان هي المكان الوحيد التي تشارك معه في الحرب؟ هل تقول أنك جئت إلى هنا من أجل إثارة الطيران في الحرب؟ مبدئيا نعم، أعتقد أن الحرب كلمة خاطئة، أنها تجربة عملية حيث العمل على دعم القوات على الأرض ويتم إطلاق النار عليهم ويتم إطلاق النار عليك، وهي تجربة حيث لا يمكن أن تجدها في أي مكان آخر. ما أكثر شيء تستمتع به عند التحليق في مثل هذه النوع من العمليات؟ الفرق الكامل بين أي شيء آخر قمت به على الإطلاق فيما يتعلق بالطيران التشويق، الذهاب في خطوط حيث تعرف أنك لن تحاول أبدا الذهاب لو كنت في خدمة الجيش في بريطانيا. أنا لا أعتقد أنهم سوف يعملوا إلى مثل هذا المستوى، وفي كل مرة تذهب إليها فهناك تحدي على أي حال، وعندما تحققه أفترض أنه يعني شيء لك. ما رأيك في جندي العدو على سطح الأرض عند نهاية صواريخك وقنابلك؟ لقد بدأوا الحرب لم نبدأها نحن، وأنا أرى شخصيا عدة أناس يأتون مع أطرافهم المقطوعة. كان علينا الإنقاذ من جانبنا من خلال زرع اليأس والألغام والتنبيه، لذلك ليس عندي أي مخاوف من العودة. فما هو الصحيح؟ الصحيح ما هو الحق الذي من خلاله يتسبب هؤلاء الناس بالكثير من المتاعب؟ هل أن يحدث هناك فرق بين من يشاهد العدو على الأرض على سبيل المثال إذا كان العدو شخص من شمال إيرلندا؟ مهمتي معقدة جدا في الوقت الذي لا تشاهد ما هو على الأرض، وبالتأكيد لا تتعرف عليه أبدا. قد تشاهد شيء يتحرك لكن ليس لديك فكرة عما هو. الحقيقة هو أن الجيش يخبرك ذلك هدف، وذلك السبب لماذا نحن هنا. أيضا الخدمة في قوات السلطان من خلال ضباطنا الذين تركوا الجيش البريطاني وذهبوا إلى عمان في عقد لمدة 3 سنوات. مثال على ذلك الجندي هو قائد جندرمت ظفار. لماذا انضممت إلى قوات جيش السلطان؟ السيجار أرخص هنا؟ لا، في الحقيقة أنا مرتزق وجندي محترف وعملت 25 سنة في الخارج، مثل قاعدة الهند وبورما وجنوب أفريقيا ومصر والصومال ومقديشو وليبيا وزامبيا وألمانيا. فهناك سلسلة من الجولات تمثلت من خلال الجيش البريطاني، وهذه وظيفتي أساسا. أنا في السوق جندي محترف كما قلت، وحيث أن خدماتي مطلوبة. اليوم لدينا إشكال من ضياع الإمبراطورية البريطانية. انضممت للجيش عندما كان لدينا في الحقيقة إمبراطورية، وهناك مناطق قليلة الآن التي أخدم بها. لقد كنت مهتم دوما بالدول العربية، مصر، الصومال، ليبيا، وعندما تحين الفرصة لي للخروج من هنا أنا أقف هنا أساسا من أجل العمل، وبالتأكيد لأن هذه حياتي. ما الفرق بين نوع عقلك ضابط وبين المرتزقة من بلدي وبين المرتزقة في الكونغو؟ بلدي هو من جندته، لذلك يسمى مرتزق من طوابير العاطلين للدول مثل جنوب أفريقيا، لندن، وفي أوروبا، بدلا من أنواع البلطجة للناس. ولا يمكنك المقارنة بين المرتزقة الذين يخدمون أساسا السلطان قابوس في قوات الجيش السلطاني مع أولئك الأشخاص. الذي يبدو أنك تستخدمين تعريف المرتزق كما لو أنها كلمة قذرة، لكن الآن في معظم دول العالم عقد الضباط المرتزقة مثلنا نحن يتم توظيفهم من قبل الحكومات كمدربين للقوات. تعبير ضباط الجيش وطبقا لتاريخنا وتقاليدنا والتي صنفناها كسوق في هذا الصنف من الأنواع والسلع، نحن نقدم سلعة والتي هي في الواقع ماركة مصنوعة في بريطانيا العظمى. المطار الذي من خلاله تحلق طائرات سلاح الجو السلطاني في طلعات ضد المتمردين يتم صيانته من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني. سلاح الجو الملكي البريطاني يقع في صلالة على بعد 10 أميال من الحرب في الجبال. سلسلة من المواقع المحصنة تدار من قبل فوق حرس سلاح الجو الملكي البريطاني القريب من القاعدة. الرادار المعقد في هذه القاعدة البعيدة يعمل 24 ساعة في اليوم يراقب تسلل العدو. يعمل أيضا في عمان فريق تدريب من الجيش البريطاني من الفوق السادس للقوات الخاصة البريطانية. مهمتهم إلى حد ما غامضة، رسميا هم في عمان من أجل التدريب على الخطط، لكن الجنود من فريق التدريب قتلوا في حادث، والسؤال الذي وجه للبرلمان عن الدور الحقيقي حتى الآن لم تقدم إجابات مقنعة. لماذا فريق تدريب القوات البريطانية الذين هم جنود في الجيش البريطاني يقاتلون هنا في عمان؟ هل هم هنا من أي العملية؟ فريق تدريب الجيش البريطاني بالطبع ليس جزء من قوات الجيش السلطاني، وهم جزء أساسي من قوات الجيش البريطاني، وهم هنا استجابة لطلب المساعدة من قبل السلطان،
ومهمتهم تدريب القوات الشعبية كونها قوات شعبية غير منظمة والتي تساعدنا في القتال ضد المتمردين الشيوعيين. هم من الناس الجباليين أنفسهم، وذلك أن فريق تدريب القوات البريطانية يدربهم. هم أيضا متعاونون بقلوبهم وعقولهم في الأنشطة مثل الدعم الطبي وغيرها. إذا كانوا هنا من أجل مهمة تدريب فقط، فلماذا في كل مرة يقتل واحد منهم في عمليات مفترضة وتثار عاصفة غضب في مجلس العموم؟ بالطبع هم يعملون ويقومون بهذا التدريب في مناطق تعتمد على مواقع القبائل. وإن كان قد حدث في 19 من شهر يوليو هذه السنة أن شن المتمردين الشيوعيين هجوما على واحدة من هذه المواقع، فلا داعي للقول أن فريق التدريب ومعه القوات المحلية كان عليهم الدفاع عن أنفسهم ضد القوات المهاجمة. في مثل هذا النوع من المواقف ليس من المستغرب أن يقع ضحايا. مهما يكون دورهم في الحرب، فإن الجنود البريطانيون يموتون في عمان. ليس هناك أرقام رسمية للموتى البريطانيين، وكلاهما الحكومة البريطانية وحكومة عمان حريصتان على التقليل من التواجد البريطاني في مثل هذه المنطقة الحساسة من العالم العربي، حيث الجنود البريطانيون يقاتلون ويموتون من أجل سلطان عمان. بالعودة إلى الخط الأمامي، يمكن الوحدات العاملة الأقرب للعصابات أن يتم إمدادها بواسطة الطيران. طائرات الهليكوبتر يجب عليها الدخول والخروج من منطقة الهبوط بسرعة قبل أن يفتح العدو النار عليهم. تأتي الذخيرة والطعام والماء مرتين في الأسبوع. ضابط حراسة بريطاني يقود موقعه. لقد قضى هنا 10 أسابيع مع رجاله. إنها النوع من الجندية التي قد لا يجدها أبدا في الجيش البريطاني. مهمتي هنا حقيقة إيقاف العدو وإعادة الإمداد الذي كانوا يقومون به من قبل. حقيقة الشيء الخاص بهذا المكان أن أي شيء أطلبه هنا يتم طرحه بواسطة الهليكوبتر، ولذلك أحصل عليه مرتين في الأسبوع أيام الأربعاء والسبت، ولذلك الماء ينفذ بسرعة. نحصل فقط على 5 عبوات لكل رجل، الذي يعني أن الاستحمام غير ممكن، وهو يمثل شيء بعيد المنال. منذ 6 أسابيع عندما ذهبت إلى صلاله رائحة غير مرغوبة قليلا، لكن لدينا الذخيرة المدافع الهاون. كل طعامنا بالطبع الذي هو شيء مهم يأتي هنا في الأعلى عبر المروحيات. حقيقة العدو كما نسميه خطير معظم الأيام. كما نحصل على أسلحة صغيرة 3 مرات في الأسبوع. الأسبوع الماضي كان لدينا 90 من قذائف الهاون كما نسميها، وكنا جيش صغير في حوالي 4 أيام. ومنذ كنت هنا من حوالي 10 أسابيع وانضممت هنا على ارتفاع 500 متر، نادرا ما تراهم يتحركون في موقع. وعندما يكونون في موقع فمن الصعب جدا أن تحدد أين هم بالضبط. إن أسلحتهم الصغيرة متقنة وجيدة، ومدفعهم الهاون في تجويه بكل صراحة ودقيق بنسبة تصل إلى حوالي 50%، كما أن حوالي 50% منها سقطت داخل السلك. هل هذا يقارن مع تجربتك في الجيش البريطاني؟ إنها مختلفة تماما. على سبيل المثال في إيرلندا الشمالية التي كنت بها السنة الماضية لعدة أسباب. أولها أنه هنا تعرف بالضبط من تقاتل، لأن هنا عدد قليل من الناس في هذه المنطقة ولا يوجد مدنيين، فكلهم أعداء، ولذلك يمكن الفرد أن يؤدي مهمته ويقصف بالهاون المنطقة التي تكون صغيرة دون القلق بشأن إصابة المدنيين. هذا مختلف تماما عن إيرلندا، حيث لديك مقيدتين بسبب المدنيين، على الرغم أنهم هنا يرتدون الزي الرسمي. هل هناك أي شيء في بريطانيا تفتقده هنا؟ نعم، النساء. لا يوجد أي أحد منهم بغض النظر عنك. وأيضا حقيقة أتمنى عشاء جيدا وليلة جيدة جدا مع حفل اليانصيب. ما مزايا وجودك في الخارج في هذا المكان؟ نعم، عني أنك بمفردك، والوظيفة هي الميزة التي أحبها. أنت بمفردك، وهي قتالك وهي حربك، ويمكنك القتال كيفما تشاء. ليس عندك أناس يعطونك أوامر بشكل أساسي، فأنت تملك زمام نفسك وتحصل على طلباتك. تجهيزات قليلة هنا، ويمكنك أن تدخل الحرب كيفما تشاء أن تفعل. الصراع في عمان مستمر في جذب الشباب الذين يريدون القتال في الحرب، وحيث لا يزال بإمكان الجنود البريطانيون القتال بغضب، والطيارون البريطانيون يطلقون النار للقتل. مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق، سيكون هناك عمل لهؤلاء للقيام به لعدة سنوات قادمة.